بس اخترت أرضي بلدي لأنه دمي هون جسمي هون بقية شعبي كله هون صح متجزئين إحنا بس بالأخير هون القلب اللي بنبض كنت متوقع أن يوم الأيام تتجوز هاي البلد؟ لا كان حلم صعب كتير أصلا أني أشوف هاي البلد فكيف يكون عرسي فيها فبحمد رب العالمين واللي ساعدوني واللي وقفوا جنبي أني في الجاية لهون أسعد إنه قاعد بين أهلي وناسي أرض فلسطين يعني كل حلم كل واحد فلسطيني من الخارج لاجئ فلسطين إنه يكون عرسه هون يجي على أرض الوطن هذين العروسين كان من المقرر أن يشاركا في المنطقة الثقافي التربوي الخامس وكان من المقرر أن يتزوجا في مخيم اليرموك في دمشق ولكن عندما تم التأكيد على أنهما قادمان من هناك إلى فلسطين تم تأجيل الحفل حتى يتم على أرض الوطن وهي أمنية وحلم تحقق على أرض الوطن بأن يتزوجا فعلا لأول مرة هما يدخلوا فلسطين لذلك تزوجا على أرض الوطن وكما يبدو أن كل أهالي دير إستيا بل كل محافظة سلفيت كانوا أهل للعروس وأهل للعرس ضايل عندي ولد إن شاء الله رايح أعمل له عرس تقليدي إن شاء الله ألبسه كمباز لبس عربي زي فلسطيني وأركبه على الخيل وألف فيه في البلد أخرى في شوارعنا القريبة منا إن شاء الله ما بعرف السبب الواحد عاداته وتقاليده عادات أهله وجداده ما بقدر إنه ينساها بالعكس أنا كل العادات القديمة متمسك فيها